أنا بلال أبو خلاف، صنعتي الأقمشة، نستوردها من سوريا ومن المغرب ومن الهند. أنا الدور الثالث في الأقمشة، كان جدي ووالدي يتعاملوا بالأقمشة، فحبيت هذه الشغلة وانغمرت مع والدي بعد الجامعة يعني في شغل الأقمشة. المنطقة هاي منطقة سياحية اللي موجودين فيها احنا هون، فكان عندي أبيع من جميع أنواع الأقمشة، فقلصت حالي لشغلات معينة اللي هي التراث، شو كان يلبس سيدنا يوسف، سيدنا إبراهيم، كمان بالنسبة للنصارى شو كان يلبسوا بالزمانات، فقررت إنه يكون محلي تراثي وكمان دياني، يعني ببيع ثلاث ديانات وكمان للتراث القديم. في أهالي فلسطين أو معظم الشرق الأوسط بيلبسوا الأنباس هذا، ففكرت إنه نرجع الشغلات القديمة للبلد القديمة، فاخترت ألبس زي تراث والدي وجدي. كان معظم المحلات هون أقمشة، لأنه ما كان يجيبوا جاهز من برا أو يفصلوا، كان كلهم يفصلوا، الستات تفصل الفساتين أو الرجال يفصلوا بلات وأنابيز وهيك شيء. فلما صار الشغلات الجاهزة أسهل للمواطن أو أسهل للمستهلك وأرخص بالنسبة له، فكل المحلات غيرت التراث، يعني التراث القديم أو المبيعات الأقمشة القديمة، فصارت كلها على الجاهز. يعني لما اشتريت المحل فكنت بدي أسوي يعني زي طابقين، فحفرت فلقيت أثرات لكنيسة صليبية إنه انهدمت بزلزال قبل 900 سنة، واسم الكنيسة هذه سانتا ماريا، يعني ماريا الكبيرة. فتبعون الأثرات ما أهمهم مش هيك شغلات، فقالوا لي إذا بدك تسكرها تسكرها. فأنا قررت على حساب الخاص إن أحط لها أزاز، وحتى لما يجوا زوار أو كذا يعرفوا إنه هون كانت كنيسة قديمة. الأيام هذه عالمياً الاقتصاد تعبان، فالسواح لما بدهم يجوا هون بدهم شغلات رخيصة، لهدايا رخيصة وهيك شغلات، فما بيشتروا يعني عدة هداياهم كذا، ما متخلصين إنه يجوا بس يتفرجوا على الشغلات السياحية على الأماكن المقدسة، فشغلات إش بسيط إنه يشتروها. المهم عندهم إنه يتفرجوا على تراث القدس، على المحلات أو على الأماكن المقدسة أكثر. شو بتعني لي؟ بتعني لي إشي كتير. أهم إشي إحنا يعني متمسكين فيها لأنه أجدادنا وأبياتنا وكذا موجودين فيها، فكمان إلها نكهة معينة، فيها ثلاث ديانات وربنا بارك فيها يعني، فأرض مباركة هذه، وإن شاء الله إحنا يعني نعرف قيمتها شو هي القدس هذه.